السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنستعرض مع بعض حل أهم باراجرافات يونت 9 الوحدة التاسعة أولى إعدادي ترم تاني 2024. Let's get started. أول باراجراف معانا عن Plans for your next holiday، خطط لأجازتك القادمة. لما أجي أكتب الباراجراف بسيب مسافة في البداية وببدأ بحرف كابيتال، وما بين كل جملة وجملة بحط فول ستوب، والحرف اللي بعد فول ستوب بحرف كابيتال. I like holidays. أنا بحب الأجازات. Very much جدا. They are very important. هم مهمين جدا to our life لحياتنا. I always plan my holidays. أنا دايما بخطط لأجازاتي so that لكي I can enjoy them better عشان أستمتع بيهم بشكل أفضل. In my next summer holiday في أجازاتي الصيفية القادمة I will do a lot of things. سوف أقوم بعمل الكثير من الأشياء. I will visit my grandparents. سوف أزور أجدادي in the countryside في الريف. With my parents مع والدي. I like to go there. بحب أذهب إلى هناك every holiday كل أجازة. We will spend 2 weeks. سوف نقضي أسبوعين with them معهم. After that بعد ذلك we will go to Alexandria. سوف نذهب للإسكندرية to enjoy the sea لكي نستمتع بالبحر. And we will spend there for a week. وسوف نقضي هناك أسبوع. After we come back بعد ما نعود from our journeys من رحلتنا I will go to the club. سوف أذهب للنادي to practice football عشان تدريب كرة القدم. I want to become a famous player. أريد أن أصبح لاعب مشهور one day ذات يوم. I will also أنا أيضا go سوف أذهب to the public library لمكتبة عامة in our street في شارعنا. To read عشان أقرأ and do activities وأمارس الأنشطة. My father بابايا will take us سوف يأخذنا to visit the pyramids لزيارة الأهرامات. Also I hope to visit them. أنا أيضا آمل أن أزورهم. It will be a really wonderful holiday. سوف تكون حقا أجازة رائعة. تاني باراجراف عن الwater sports الرياضات المائية. Sports الرياضات are very important مهمة جدا in our life في حياتنا. They make us active بتجعلنا نشطاء and strong وأقوياء. There are many kinds of sports. يوجد كثير من أنواع رياضات. My favorite sports رياضاتي المفضلة are water sports هي الرياضات المائية. I like swimming أنا بحب السباحة very much جدا. I live by the sea أنا بعيش بالقرب من البحر. So لذلك I always go swimming دايما بذهب للسباحة. Wind surfing ركوب الأمواج بقارب شراعي is also very exciting sport هي أيضا رياضة مثيرة. You can do it ممكن تمارسها in the sea في البحر. We need a good wind to do it يعني إحنا عشان نمارس الرياضة دي محتاجين يكون في رياح جيدة. I also أنا أيضا like diving بحب الغوص in the Red Sea في البحر الأحمر. Diving الغوص is very expensive يعني مكلف جدا الغوص because it needs عشان محتاج equipment معدات. I also like fishing كمان بحب صيد السمك in the river Nile في نهر النيل. I also go sailing أنا أيضا بذهب للإبحار. I like water sports بحب الرياضات المائية very much جدا. بعد كده في باراجراف عن What I am going to do next weekend ما الذي سوف أفعله في عطلة نهاية الأسبوع القادمة. Weekends عطلات نهاية الأسبوع are very important مهمة جدا in our life في حياتنا. زي هلبة أس بتساعدنا to do things في عمل الأشياء and enjoy our free time ونستمتع بوقت فراغنا. Next weekend عطلة نهاية الأسبوع القادمة I am going to visit سوف أزور the Egyptian Museum المتحف المصري with my family مع أسرتي. We are going there سوف نذهب إلى هناك by car بالسيارة. We bought tickets إحنا اشترينا التذاكر online عبر الإنترنت. The museum المتحف is very big كبير جدا. It is in Cairo هو موجود في القاهرة. We will see سوف نرى many statues كثير من التماثيل and mummies والمومياوات زير هناك. We will meet سوف نقابل many tourists كثير من السائحين from all over the world من جميع أنحاء العالم. In the afternoon بعد الظهر we are going to have lunch سوف نتناول الغداء in a big restaurant في مطعم كبير in the city center في وسط المدينة. My family أسرتي and I وأنا are very excited متحمسين جدا for the next weekend لعطلة نهاية الأسبوع القادمة.
It will be a wonderful weekend. سوف تكون عطلة نهاية أسبوع رائعة. بعد كده عندنا A day I spent with friends. يوم قضيته مع الأصدقاء. My name is Amr. اسمي عمر. I am in the middle school. أنا في المدرسة الإعدادية. Last Friday, الجمعة الماضية, my friends, أصدقائي and I وأنا decided, قررنا to spend a nice day, إن إحنا نقضي يوم لطيف together معا. So, لذلك, we went to Dream Park. ذهبنا إلى Dream Park. It is an amusement park. هي حديقة ملاهي أو ألعاب ترفيهية in 6 of October City, في مدينة 6 أكتوبر. جيزة, في الجيزة. It is the most beautiful amusement park. هي المدينة الترفيهية الأكثر جمالاً in Egypt of مصر because there are many wonderful games. عشان فيها كثير من الألعاب الرائعة in it. We went there. ذهبنا إلى هناك at 10 a.m. في العاشرة صباحاً. We bought tickets. اشترينا التذاكر and enjoyed واستمتعنا the rides بركوب ألعاب الملاهي. We ate pizza. أكلنا بيتزا and drank juice. وشربنا عصير at a nice restaurant there, في مطعم لطيف هناك. We spent the whole day there. قضينا اليوم كله هناك. It was a wonderful day. يعني كان يوم رائع. With my best friends, مع أصدقائي المفضلين. We were really happy. كنا سعداء حقا. We had a very nice trip. احنا قضينا رحلة قصيرة لطيفة جدا. بعد كده عندنا my favorite sport, رياضتي المفضلة. I love doing sport. بحب أمارس رياضة. It's fun. هي ممتعة. It has many benefits. فيها الكثير من الفوائد for the body, للجسم. There are many types. في أنواع كتيرة of sports, من الألعاب الرياضية. My favorite sport, رياضتي المفضلة, is football. هي كرة القدم. I play it. أنا بلعبها with my friends, مع أصدقائي at school, في المدرسة. I also and أيضا go to the club. بذهب للنادي 3 times a week, 3 مرات في الأسبوع, to play football, عشان ألعب كرة قدم. I like watching football matches. أنا بحب أشاهد مباريات كرة القدم on TV, في التلفزيون. My favorite team, فريق المفضل, is Liverpool. I like the way they play. بحب الطريقة اللي بيلعب بيها فريق ليفربول. And my favorite player, ولعبي المفضل, is محمد صلاح. I want to be a famous sports star like him. أنا عايز أبقى نجم رياضي مشهور مثله. My parents, والدي, encourage me, بيشجعوني to practice sports, عشان أمارس الألعاب الرياضية. They want me to be a hero one day. يعني يريداني أن أصبح بطلا ذات يوم. بعد كده عندنا إيميل, رسالة بريد إلكتروني. Write an email of about 80 words. اكتب إيميل من حوالي 80 كلمة on عن a nice trip, رحلة قصيرة لطيفة you went on, ذهبت إليها. Your name is هبة, اسمك هبة, and your email address, وعنوان بريدك الإلكتروني, is هبة@school.com. Your friend's name, واسم صديقتك, is بسملة, هي بسملة, and her email address, وعنوان بريدها الإلكتروني, is pussy@student.com. طيب خلي بالكم معايا, هو مديني 3 حاجات أساسية, 3 معلومات لازم أحطها في مكانها. أول حاجة, تو, أنت باعت الإيميل لمين؟ أنا باعت لبسملة. فاكتب عنوان بريدها الإلكتروني هنا, اللي هو pussy@student.com. ده أول حاجة. from من مين؟ أنا اسمي في الإيميل هبة, وبريد الإلكتروني hebe@school.com. يبقى دي تاني حاجة هحطها هنا في مكانها. subject الموضوع اللي هو a nice trip, بدل يو بقى خليها I went on, رحلة لطيفة ذهبت إليها. تعالوا نشوف كتبنا إيه فيه. to lebussy@student.com. from هبة, من هبة, @school.com. subject الموضوع a nice trip I went on, رحلة لطيفة ذهبت إليها. ببدأ أي إيميل بدير واسم اللي أنا بعت له. أنا بعت البسملة, دير بسملة, وحط كوم فاصل على السطر في مقدمة. I am happy to write this email to you. أنا سعيدة أن أنا بكتب لك الإيميل ده. How are you and your family? كيف حالك وحال أسرتك؟ I am writing to tell you, أنا بكتب لك عشان أخبرك, about a nice trip, عن رحلة لطيفة I went on, ذهبت إليها. طبعا دي بتبقى اسمها جملة البيربوز, يعني الغرض من الإيميل, بكتب لك عشان أخبرك بكذا. طب last Friday, الجمعة الماضية, I visited the Cairo Tower. أنا زرت برج القاهرة. It is stands next to the Nile. هو بيقف بجوار النيل. It opened, تم افتتاحه in 1961, سنة 1961.
There are 24 windows في 24 شباك on each floor في كل طابق of the building من المبنى. At night في الليل the colors الألوان of the tower بتاعت البرج change بتتغير. It is a fantastic building هو مبنى مدهش. I went up to the highest floor أنا صعدت لأعلى طابق by the lift بواسطة المصعد اللي هو الأسانسير and saw the wonderful view وشاهدت المنظر الطبيعي الرائع of Cairo بتاع القاهرة from the top من القمة of the tower بتاعة البرج. I took many photos أنا التقطت كثير من الصور الفوتوغرافية زير هناك. I met lots of tourists أنا قابلت كثير من السائحين. I was very happy أنا كنت سعيد جدا. I had a wonderful time there أنا قضيت وقت رائع هناك. بعد كده بنهي الإيميل بخاتمة ممكن أقول with my best wishes مع أطيب تمنياتي see you soon أراك قريبا وبمضي اسمي yours المخلصة ليكي هبة. آخر حاجة معانا النهاردة إيميل عن your favorite adventure sport رياضة المغامرات المفضلة لديك. Write an email اكتب email of about 80 words من حوالي 80 كلمة on your favorite adventure sport عن رياضة المغامرات المفضلة لديك. Your name is Tarek اسمك Tarek and your email address وعنوان بريدك الإلكتروني stiko@hotmail.com. Your friend's name واسم صديقك is مازن هو مازن and his email address وعنوان بريده الإلكتروني is mazin@gmail.com. طبعا هو مديني 3 معلومات أساسية أحطهم to لمين بكتب الإيميل بتاع صديقي from لمين بكتب الإيميل بتاعي subject الموضوع my favorite adventure sport. تعالوا نشوف كتبنا فيه إيه to mazin@gmail.com from tico@hotmail.com subject الموضوع my favorite adventure sport رياضتي المفضلة. Dear مازن عزيزي مازن I am happy to write this email to you أنا سعيد أن أنا بكتب لك الإيميل ده. How are you and your family كيف حالك وحال أسرتك. I would like to tell you أود أن أنا أخبرك about my favorite adventure sport عن رياضة المغامرة المفضلة لدي. I like mountain biking أنا بحب ركوب الدراجات بالجبل بس أكتر حاجة. I started practicing it أنا بدأت أتدرب عليها many years ago من سنوات عديدة مضت when my father لما بابايا bought me اشترالي my first bike أول دراجة لي. I go mountain biking أنا ذهبت لركوب الدراجات بالجبل with my friends مع أصدقائي. We go to a forest ذهبنا لغابة with mountains يعني الغابة دي فيها جبال. We make sure اتأكدنا that all of the equipment إن كل المعدات safe آمنة on the bike على الدراجة with water bottles ومعانا زجاجات مليئة بالماء filled and bikes ready to go واتأكدنا إن الدراجات مستعدة للذهاب. It makes us feel happy الحاجة دي ممارسة الرياضة دي بتجعلنا سعداء. I love adventure sports بحب رياضات المغامرات. See you soon أراك قريبا yours Tarek يعني المخلص ليك Tarek. خلصنا سيشن النهاردة مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق وبعتذر عن صوتي عشان صوتي تعبان شوية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.